السلامة، مرحبا بكم معنا في حلي باش تولي. حسيلو معنا لافيتي اليوم معاذ بعتور اللي هو سبيدي. سبيدي بالحق قدر من بكري وانا ندور ونجري وراه. يا ولدي شبيك هرب من الديفي اللي عندك؟ لا مش هرب، مش باش تكتر انا تلموم، انا عرس مطيب معناها في الدنيا. كما في الجوع بالفضيحه اللي باش نعملها هو معناها. بس المهم ما فما حتى مشكل توا راني بحدك. هيا باهي، وشنو احوالك انت؟ العباد يحبوا يطمنوا عليك. صباح الحمد لله لاباس. كي العاده لا طولت لا قصرت، لا زدت في الميزان لا نقصت. كبرت حاجة. شويه في العمر كيما الناس الكل. صباح صباح كي العاده ترانكي. لا لا مازلت شباب محليك. حبيت نسالك، مغروم بالحلو ولا لا؟ ما كلت الحلو، مغروم باكلت الحلو، نموت على الكعك ورقة الكليو الفاسيتات وكل الكل. ولي جاتو؟ لي بيان سور، كنا من الناس الكل، مي بون مغروم بالماكلة، كيما معظم الشعب التونسي. كلنا نموتوا على الهمهمة. أما اليوم يظهر لي باش نجربوا نطيبوا. أول مرة؟ أول مرة في حكاية الحلوة، خاطر أنا بار طيب مغرونة عجة، فما حاجات هكا لوبيا جلبانة، في الحلو جملة معناها، أول مرة باش نعمل كارثة في حياتي. عمرك ما عملت كارثة قبل؟ لا. حتى في المالح؟ عملت اي مرة بركة طيبت مصلي، حسيت مصلي دجاج محروق. لا مش محروق، خرج مرمز. مش بعيد على بعض. دونك اليوم الأول مرة معنا ثلاثة ممثلين، ما معناش جوار وما معناش شانتور وما معناش أنيماتور، اليوم ثلاثة ممثلين، دونك الجو باش يكون نار 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 نار، وعندك ديفي قوي معك لطيفة القفسي ومعك لمين بالخوجة متحدينك تحدي قوي، شنو تحب تقول لهم؟ باو لطيفة نحبها برشا، نحب نقول لها اليوم مع كل احتراماتي ليك لطيفة أستاذتي معناها تجي في المسرح، نقول مع كل احتراماتي ليك اليوم رانا لك أستاذة ولاني تلميذ. دخلوها معها معناها لمين بالخوجة سهلة هكا زوز كفوف فهم تسع بيسع ونكمل معها فهمت مستانس ديما نضرب فيها بعد قولها له تصرح لك وقت باهي. دونك معاذ متحديكم بالكدا وحلي باش تولي نكتشفوا من بعد الغسيت. ضيفنا الثاني في حلي باش تولي هو لمين بالخوجة. شنو احوالك؟ صباح صباح. انت في فورمة؟ ديما في فورمة ان شاء الله. عارف شنو يستنى فيك ولا؟ لا. اليوم مش طيب حاجه حلوه. الله الله. ربي يستر. عمرك شي هكا طيبت حويجه حلوه العبد عزيز عليك ولا في حاجه حلوه العبد عزيز عليا؟ لا حس ما نذكر. اما طيبت قبل سكي سو؟ شنو طيبت؟ برشا حاجات. علاش؟ على خاطر قبل ما نكون ممثل عملت دي زيتود ومانجمنت تغيير، دونك تو سكي كوجينا وحاجتكم تاع المالح والبنان المقارن. قصي صعيب شويه، حاجتكم كل نعرف مي الحاجات الحلوه. اليوم أول مرة باش تكون اكسبيريونس جديدة نورمالمون في تحدي كومبيتيسيون بينك وبين لطيفة القفسي ومعاذ بعتور اللي هما متحدينك، قال لك راهو ما تلعبناش وجونا نار نار نار. تحكي معاك قبل؟ ولا شنو واضحين؟ سي معاذ بعتور ما عادش يقلي عظمي هذاك، نحط لك نبسم بالعشر. كم مدام قفسي هذيك برجوتيش بكون تحدي، أما تعرفوش كيفاش؟ اللي نجم يعمل حاجة أباليانا نتخاطر. اقعدوا معنا باش نكتشفوا الغسيت ونشوفوا التحدي وجونا نار. حالي باش تولي استنيونا. كيما قلت لكم جونا نار في حالي باش تولي، ومعنا الممثل اللي نحبوها الناس الكل لطيفة القفسي. شنو احوالك؟ الحمد لله. في فورمه كالعاده؟ والله في خير ونعمه. في فورمه مازلت فورمة دي منحبهاش كلمة فورمة، خاطر نورمالمون الفورمة في التطيب. في التطيب فوالا. مالا في انرجي؟ اي عندي برشا انرجي الحمد لله، مع حتى ولو هكا بديت نتقدم في السن، ما ديما نحاول نخلي الانرجي في التوب. ديما شباب ومحليك وجوك احلى جو. الله الحمد لله. قل لي تحب الحاجات الحلوة، الجاتوات، الكيك؟ ولا نحب الحاجات ناكلها ما مش برشا برشا، ومنحب زادك بالكريمة ومشخشخ وحاجات، اللي نميل شوية للجاتوات العربي. اي حتى الجاتو العربي معنا ما نقولوا فيه. اي انا نحب الكيك ونحب الحاجات معمولة بالغلة. نحب. جربت قبل عملت جاتو لحد عزيز عليك ولا في عيد الحب في عيد ميلاد حد؟ ها؟ اي عملت في عيد ميلادي، عملت لصحابي في عشويات، في سهرية كنت لامو بعد رمضان عملت، وينجح وما ينجحش، أما نحن لها قدادة ونقدو. ميلا، لي زانفيتي اللي معنا
الاخرين عمرهم ما جربوا طريبوا حاجه حلوه، انت ديجا جربت، معاك لامين بالخوجة، معاك معاذ بعتور، قال لك متحدينك وما فماش هذايا باش تغلبنا، شنو تقول لهم؟ شنو؟ ايي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 ي
مرة في مسرحية وزوزي يا روحي على القيد ما ينجمونيش لا في الحار ولا في الحلو وخاصة في الحلو وهاي نتضاربوا هاكا هاو ملا بعد شوية نكتشفوا الرصيد وجونا نار 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 حلي باش تولي شايف شي جي بحذنا توا يعطينا الرصيد وستار استر يا ربي شايف جي بحذنا مرحبا بكم عايش اش نحوالك صفا الحمد لله الحمد لله صفا اش نحوالك شبيك جبت ولدك معاك هو قلت لي شوف يا شيف نلقاه يلعب في دحدح وحده اي قلت خلينا نجيبه بحذايا يكل شي حاجه بينا فماش ماسك تخدمني ريته هو يبكي وحده مسكين باه مش صحيح يا شيف هذاك الساعة مش ولده وهم الزوز ضدنا وما همش شي غلبوا صار اثنين دوز هنا فهمتكم انا مانيش باش نتكلم باش نخلي الفعل يتكلم باه باه تربيع دونك نبداو اليوم مش نعملوا باتاشو إيه؟ حاجه بنينه وباهية وصحية وما فيهاش برشا سكر باهي أنا أعطيك أقرا داكوردو تفضل حق أنت ولدك مع أحدى برشا شيف شي الباتاشو هذي باتاشو حاجة هكا باتاشو كم باتاشو كم دي شو باهي أنا شيف هاني سوير توا توانسة لو مصلي عني بي علينا مساسي بالمخارق بالزليبي يعني بعشقا الفترة حاجة حلوة زعم الباتاشو هذي باش تعجبهم باش تعجبهم على جال التوانسة يزيهم من ماكلة السكر لازم بدعتهم حاجة بنينة باهية صحيه في حال الفطر لازم ياكلوا الباتاشو مش نعلم هاني اللي جايه من فرنسا دو بارادي دو غورمون اوكي اما هذه شيف بلاش سكر جمله فيها شويه برك سكر ايوا كيفاش فيها شويه قلت باش نحول لهم السكر نقصوا لهم برشا سكر نقصوا لهم يزي من الزلابي والمخارق والمقروط والدنيا الكل الزلابي والمخارق هذوكم لابد منهم اما تحيه بليه البيع الزلابي والمخارق وربي عندكم شنو ماكم مبروك من تو ان شاء الله دونك لي زانفيتي نتاعنا خذوا الغسيت بعد شويه باش نكتشفوا شنو المقادير نتاعها وبعدها يبدا التحدي في حلي باش تولي بعد ما اكتشفتوا لي زانفيتي نتاعنا ولي زانترفيو اللي عملناهم الكل انا والشيف رضا جينا الكارفور باش نقضيو القضيه اتوت سالي اون اي با جي مي شاريو دونك كيما قلت لكم نحن توا دخلنا الكارفور نحن باش نمشيو على لي غيون انا وشيف رضا خضر باش ندورو ناخذ المستحقات نتاعنا للغسيت نتاع اليوم ونفكركم ان الغسيت تشوفوها كل يوم مع العشرة نتاع الصباح على الباج اوفيسيال كارفور وحنا باش نقضيو بلي بون داشا سيرفي ماكس يلا انا زاد عليك حامد ما لا ما تعبتش على جال اليوم قدينا برشا خاذية اللي مش نعمل بها الروسات مي انت خذتي لي حاجة ما فهمتهاش ليه السيريز هذا تقصد خذيت شوية شوية عاد شبي خذيت شوية خاطر كل يوم باش نجي ونقضيو من كارفور فهمت نقول لك حاجة نجمو ناخذو لا كونتيتي أكثر ونجمو نخليوها 24 والبرودوي يكون رومبورسابل في كارفور صدق كان ما عجبناش نجمو نرجعوه اي وكان نجمو ناكلو شطر ونرجعو شطر هكاك شوفوا مع كارفور باهي نجمو نكملو نقضيو لي فخوي سيك باهي نمشيو ماشيين للكاسة باه يا نيفا هاي نمشيو قداش واحد؟ هاي فاضل تعرف علاش خلينا ساكك هاو؟ علاش؟ علاش ني؟ خاطر الساك هذي تنجم تستعملها أبي أبي؟ هذي ساك تشد أبي؟ وي موسي حتى كي تتقطع ولا تصير أي حاجة ترجع الكارفور ويبدلوها لك يعطوك شاك بوبلة بلاش بلاش إي بيان سور برافو كارفور استنى قضيه حط انت شي في القضيه هذو مال لي بون داش تاع فيرمي ماكس واش تعمل بيهم نقضيو بيهم نجم نخذ هذا سي مانيفيك في بالك اللي فما حاجه اخرى في كارفور مهمه برشا شنو كارفور عامل انجاجمون مع لي كليون تاعو اللي كي تلقى سوم غاديك باش كيما السوم اللي في الكاسه تخرج السوم اللي ارخص ويعطيوك دينار اسبيس في لاكوي سي اكسترا مال الستار نتاعنا الكل باش ياخذوا من هنا ناخذوا من القضيه وي هذاك علاش نحن ديما في كارفور سوبر
قريب يبدا التحدي باش نعطيكم لي زانغريديان نتاعكم. عندنا اليوم الغسيل باتاشو، دونك ركزوا معايا مليح 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 ويزي وبلا شغب. عندنا 300 غرام فرينه رندا، عندنا 8 غرام ملح، وعندنا 500 غرام ماء، 200 غرام مارغرين لا ديليسيوز، وعندنا 8 كعبات عظم. باش يجي الشيف توا يقول لكم شنو باش تعملوا بالضبط، وبعدها نعطيكم توب كرونو. شيف تجي بحضنا يزيو مش شغب يا جماعة. كل يزرب شوية الشيف باش ما يضيعلناش الوقت. هاي باهي. الو 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 كودنا فالو اش عملتوا؟ مازال ما عملناش. لا عملتوا هكا من الماء وزدنا في البيكار. هذوك ما عملناش. كل واحد يصب الماء والزبدة نتاعو سخان في الباتور. هاي. يحط عليه بالفارينة وتعمل الباتاشو نتاعك. داكوغ؟ تو شوف دوك فاهمين انا ماني فاهم حتى شيء. كيفاه مش فاهم حتى شيء؟ ما تبعتش عليا برشا خاطر سينو هي شو اسمها؟ نعملها اي باتاشو. حبة تقول لي شو بات؟ اي والله ما تحب ولا تقول لي باتا فخوا. اعمل هيا سي بارتي عندك توب كرومو. سي بون الي. والماء اوكي. هيك الزبده معك. هيك عاد. خويا زين شنو نعمل له؟ هذا يتفضل. سب وحدك عاد. تعاون فيه تعاون فيه راكم بالضبط. مش حتى لا هابط هذا. اي عاد اعطيني الزبده ولا والماء وين؟ المارغرين. يدي صب ولا هات؟ برا هاي. وليت نعاون في مين طيب تفضل هاي. لازمك تبدا. وين نصبهم؟ هذه خلي عندك. اي باهي. صب في الراب معناها هنا. هذيا بريك. ربي تستر من العمر ما تعرفوش كيفاش الجماعة. ظهر فيكم ما تعرفوش تبعوني واش عليكم. دونك صبوا هذا الهناء. اي انا صبيناها. يعطيكم الصحة. توا كانوا تبعوني انا. شنو نعمل بابا؟ جا سامح سالو اوكي باش تي فارين ميلانجي درشنا اوكي دونك فارين وين 300 غرام وهذيك لازم تزرع فلفل حمراء باش تشعل لكم صحيتو ردوا بالكم تبعوا هذا فما 568 غرام كيفاش نعملوا انتم ضدهم هذاك الميزان تاع الصحفه 300 غرام زيت تاع الصحفه ما صبهم لهنا باش يتعشلوا يتخلطوا تمشي كيفاش؟ هذه صبارة هيا يا جماعة توا ركزوا ما توريوش بعضكم نو راهو ديفي ديفي لازمكم كل واحد يخدم على روحه وما فما حتى حد يعاون حد. سي بون سي بون مش عليكم. يلا الوقت قاعد يزرب الوقت قاعد يزرب والجو نار لهنا. اوبا التليفون ما جاش وين الزبده نتاعي؟ مارغرين ماك صبيتها هوني سي بون. دايخ. من يعرفني؟ اش عملت؟ عملت العرق. سا سو فوا ديجا. من بعد شنو نعمل هذاك؟ كيف نفسر لك كيفاش؟ كل شيء مكتوب غادي. ما يعرفش يقرا الطفل هذاك حاسيت سدل اصلا. هز عاش خويا عاش خويا امشي. هيا هيا هيا. هذه واحد. ليدا مدام لطيفة سافا. اش تدير؟ الحمد لله. اخر مرة طيبت الميت وقتاش؟ عاش طيب اصلا. قلت لكمش. لو جايبين واحد ما عرفش يطير. قال شنو هو؟ سي نورمال ما عرفش يطير. فما حتى كاس في طولي. كيفاش طيب؟ يا ولدي خدموا بالسيك تكسرتوا لنا روس. اي. سامحنا ماما. ايه عاد انت باش تكبيهم اليوم؟ دونك حطينا العظام يا جماعه كيما تفرجوا فيا نسيوهم الاخرين نحطوا العظام منا نحطوا دوما على خاطر نتابعوا بعضها ولا ما نعرف نحطوا الماء ما نعرفش روحي شنو نعمل في البلدتي هذينا الحكايه هكا سيدي اكسحها سيدي وانت شو راني في الشيف فيها كلافس نورمال فيها كلافس دابر الكل ما عرفتش عملت انا ما ربي تستر لا لا انا جاتني طيار اي توا كيفاش توا باش نتعدي ولا لي تاب اللي بعد نمشيو بريك ونرجعوا توا باش نعملوا كريم باتيسيير دونك عندكم ايتر حليب عندكم 4 عظمات وعندنا 200 غرام سكر وعندنا 100 غرام بودره كريم فانواز وباش تمشيو تحطوا تحطوا المكونات الكل باش تمشيو تحطوا الكريمه على الغاز اوكي توب يلا علي العب يلا
العب يلا. هيا سيدي هيا هكا ها شكون مسكرها هذي؟ شبطاج لقيتها مبلجة يا بابا ماستا ولي ابارامون مش العظم كيما قلت لك ابارامون الجون دوف حسب ما غلطت انت هكا الغسيل انا من الشيف العظم من الدور ما تبداش تتفلسف دونك بروفيسيونيل دو لا كويزين غاسترونوميك فرونسيز ايطاليان كويزين حتى الموزمبيق نطيبو شاي باش يسبقوك راه باش يسبقوك عقلهم ترا ترا حاول حل ميلو مساش عارف كيفاش كيفاش خلي يقول على الغسيل يسبق كاسر في راسي انا سي بون وفي سي بون عبد العك هذا يودي راه وصلت اسمها هذيك حط ستون هذا يا خو هذا تحطوا هذا لهنا هاي ربي عينك سبيدي نورمالمون راك اسرع واحد فيهم انت السريع كيف هذاك زين كان يتحدث ناخذوا فيرينا هاي لا الله الله لا 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 يا عيني يا جماعة أنا طيبت مش نطيبو أنت طيبت كمان ماذا دونك هاكم تشوفوا الجو ولا نار الدنيا حسيله وما نحكي لكمش توا ايا يا توا باش نمشي ونطيبوا الكريم باتيسيير على الغاز وبعدها باش نتعديوا لتاب واحد اخرى تنقول لكم عليها بعد شويه هاي نمشيوا لمين نمشي هاي بالواحد بالواحد تمشي طيب الكريم نتاعو على الغاز استناو دونك يا جماعة رجعنا نذكركم اللي احنا قضينا القضية من كارفور باللي بون داشا سيرفي ماكس واستعملنا في الباتاشو الفارين متاع رندا واستعملنا المارغرين لا ديليسيوز واستعملنا في الكريم باتيسيير بودرة كريم فانواز وتوا كل شيء حاضر عنا جماعة حاضروا اللي باتاشو متاعهم بعد نشوفوهم شنو احوالهم وعندكم الكريم باتيسيير ديجا حضرتوها هذوما لي زاروم عندكم لهنا بات اروماتيزونت فاني فانواز وعنا شوكولا فانواز دونك كل شيء واضح توا باش تاخذوا لي بوش هذوما باش تحطوا الكريم باتيسيير ولا روم اللي تحبوا عليه نتوما تختاروا اما الفاني والا الشوكولا فانواز وتبداو ديكوراسيون تاعكم باش نعطيكم توب كرونو ويلا خليني نشوف سافا الباتاشو نتاعك والكريم وكل شيء مريقل الباتاشو نتاعي جيب كل باكودا انت حرقتهم محروقين شيف باش يقول لك شنو هو هذا والله تشاي ترى لمين وريني شنو قاعد ياكل لمين قاعد ياكل يا جماعه يا ولدي عندك وقت راه شوفوا الباتاشو نتاعو حطوا هذي شوفوا هكا لازم نحطوا هذي لهنا هكا اي هذا تختار لاغوم دقيقه باش نقول ذقتها ولا مازلت تختار لاغوم اللي تحب شوكولا فانواز ولا سي بون سي بون فوالا او لا لا شوفوا والله مش قايل هيا بيه تبارك عملتها لينا هاي يظهر لي لطيف اكثر واحد تميشه في الصحيح ها جهلة وعايز اعمل جهده كمان سافا سافا هاي يا جماعه الوقت قاعد يزرب فيكم شويه شغب لهنا شوي الحرق اسلك انا نبعد يظهر لي خير لهنا لنمسخ الكوستيوم نتاعي تزيدي شوي
بعدك من كتر ما جيت تحت الميزان. فيسا 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 يا جماعة فيسا ديكور تا ديكوراسيون فيسا 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 فيسا. سي بون هكا خير. صحة وبشفي. خلي الشيف يعمل ديكوستاسيون بعد. ما يحبش يربح. ترى شنو أحوالك؟ هذيك هذيك الكلاساج راه من بعد باش تزين بيه في الاخر. انا زين تراه 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 اليوم الشيف باش يعملوا لهم حاله ابارامون تبلبيز تبلبيز على العجله. شد عاتي على المرار والله انتم ما بقيتوا ما تعملوا جايبين لنا غازل الشيف. اي خير باش طيب. فوالا دونك الوقت 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 قريب راني باش نزفر عليكم قريب 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 في صافي. زيناه زيناه. علي 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 يزي من ميكلة يزي من ميكلة وصبر شوية من كانوا ماما كعبتين وين كعب الأخرى. سيي 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 والله انا غايب دونك نو خليو للشيف باش يعمل ديكوستاسيون دونك سيي باش نزفر عليكم مين الديكوراسيون تاعك لمين 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 1 2 3 4 5 اي شاف رضا يجي بحذانا يشوف الانجازات اللي عملوهم لي زافيتي نتاعنا حاجه كارثه وين الشيف حاجه الشيف ما شافش حاجه لسه لسه ما شافش يلا شنو عملت انا كملت الاولى كملتي الاولى اش فيها من داخل فيها من هذا جاي هذيا نسيتها لا الله الله انا نسيتها هي شكشوك هيك حياتك عذاب والله هذا خدمني معك في الجولية ويخدمك معايا بلحسك في الفارينة هكا وين ذوق وين شغل وش عمل ذوق شو هي كيف هي سبيساليتي هم الباتيسيه بتاع تونس علاش عرفت علاش زيد الشوكولاتة شيف لا لا ما والله يا شيف يا شيف حاجة مش نورمال يا شيف دونك بعد التبلبيز اللي عملوه جماعه الكل باش نرجعوا مع الديجستاسيون وشكون ربح دونك توا رجعنا مع الديجستاسيون كيما شفتوا جونا نار تحدي قوي مع ثلاثه ممثلين وهاي الانجازات نتاعهم شايف رايك نبداو مع معز سي معز مرحبا بك اش عملت لنا اليوم انا عملت لك سيدي انت متعب على الشو ولا وانا مغروم بالشوفلور عملت مركز البناء بالشوفلور اللي هي الكناريه على نورمونديز السوميز مع دوبل فيتر الكتريك بوتا فيتر سيميتيس سيمي كوير توت اوبسيون هذيك هذه الباتا شو اللي ناكلوا فيها فرنسا وعندها قرون يحبوها الفرنساوين كان جا الفرنساوي بعدين راهو هزكم صعبك اقسم بالله لك انا كل واحد فرنساوي العادي ياكل ماكلتك كيف كان زايد البنه ما تشوفش المنظر لازمك تشوف البنه كي تذوقها هاي ذوقها البنه نجم ذوقها زعما ولا يا ودي احنا ما نمشوش بالمره فين هذول طبيب قبل ما نبدا لا لا تنكيت تنكيت والله ذوق تو ولا لا ذوق ذوق ما تسال خل ذوق لك بالمره هشاني ابا 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 هكذا ما نهريسه حياتك عذاب الشيف انا لا متاع فيها بالعادي خاطر خايف على روحك في باريس لجينا في بلاستيك وترسين بيع بالخبز المكرون انت مالك على روحك مالي لا لا هي معلم شكشوكه بجلبان مش شكشوكه شوفوا نشوفوا هي بعد نقول لك النوت بتاعها قداش نشوفوا الباتاشو بتاع مدام لطيفه مدام لطيفه مدام لطيفه سبعة تشبه الباتاشو تشبلها شويه برك عاتي على الفريكاسي فريكاسي هذه هذا كاسكروت هذا كاسكروت بتاع شنب ها شو شوي شو حديت فيه من داخل هكا هذيك الكريمه الصفراء شو اسمها شو اسمها هذيك شو اسمها هذيك كريم كلاسي اي زيت كريم كلاسي نعطيه كريم باتيسير كريم كلاسي دونك يخير شويه على كل حال هذا يطلعش انا مراه ونعملها باهي باهي تتعدى تتعدي روح في تونس برك نتعداو لمين لمين صحن وفارغ مين شحمتنا؟ تنفسكم شحمتكم بالضبط؟ أنا سمعت بالشيف اللي بحذايا سيانو نور باش يكون تونسي طيب الخبز لليزي بوندون دي زاني دي زاني. سمعت بيك توا عندك لايمات طيب في طيب للبريزيدون تاع فرنسا اللي هو سي ماكرون. أنا طيبت لك ماكارون عملت لك ماكارون سبيسيال تونسي 100% ما تلقاها في حتى بلد إلا في تونس. ذوق وتذكرني. ما بنوا ماكارون تاع تونس يا جماعة. ما أحلاه. شوف كيف بنوا. ترى نشوفوا ذوق. ذيك ماكارون غير عمليه هذيك عملتها بالعاني خاطر ما حبيتش حبيتش نتقلق ما حبيتش تتقلق دونك قلت خلينا نعملها مشيره فارغه ومشيره ماديه باهي ديفورسي سمر فوالا مطلقه هذه هذه شيحه ما فيها شيء الماكارون
قلت برك الله شيف. اه هذاك اللي هيدوق ردوا بالك يا جماعه الذوق هذاك هاكي كرم. شيف ها كيفاش ياكل المكرونه كيجي البنا اي اي هذا شكله ما ناخذك شكله الزاز غلبت كام هي ربحت شيف ولا ما ربحت نيميرو هذايا ليميني كارتون روج انت كارتون جون برك الله عليها المدام اللي هي الباتا شو بتاع باريز اللي هكا ما بنها وشوف كيفاش متذوق من شويه كان تحبوا هذه هي روليجوز وهذه هي اكلير بالشوكولا بالفاني بالبيستاش هذه بيشوف الفرق واضح بالفاني وهذه هذيك بالشوكولا بال مع احتراماتي نجم ذوق بيان سور بسم الله ذوق بسم الله ذوق الكل لا انا ما ذوق نتاعك لا لا هكاك ذوق نتاعك ولا ذوق غير غير منك غير دونك مدام لطيفة شنو رايك فيها؟ تو عرفت علاش صايمني بحذايا؟ اي في طيب لفرنسا بوندون دي زاني دي زاني وما طردوش خلوه واضح دونك عندهم الحق تو مدام لطيفة كلمة الختام عندك اللي انت ربحت شنو رايك شنو احساسك بليتو؟ عم صحة بشكل كل وليدك الله لا تحش نوكلك هاني شنو تحب تقول لهم؟ سعيدة جدا 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 بل الحصة الحلوة اللمة الحلوة حاب نقول للشعب التونسي الكل والأمة العربية الإسلامية الكل رمضانكم مبروك وردوا بالكم من الطيب وشو شو اسمه؟ باتاشو باتاشو رمضانكم مبروك شكرا لكم رمضان محين بخير وشعبكم مبروك يا متقبل نشقبل بيس تشيس كيس بيس رمضانكم مبروك رمضانكم محين بخير كنتوا مع حالي باش تولي باي 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 شاف ما فهمش كتاف كورا العغاني حالي باش تولي هس خلي عبي رد بالك مش شاف ما فهمش كتاف كورا العغاني جمعية سموح شفي ضوه مع سموح ضحكة بنينة عشوية زينة تبع معنا كاريك محبوح قولي عنا جمعية سموح شفي ضوه مع سموح ضحكة بنينة عشوية زينة تبع معنا كاريك محبوح حلي بيش تولي هز خلت عبي رد بليك مش شاف ما فماش كتاف كورا العغني حلي بيش تولي هز خلت عبي رد بليك مش شاف ما فماش كتاف كورا العغني علي راش تولي